بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله جايب لكم شويه نصايح كده هتساعدكم جدا جدا في التوفير باذن الله. طبعا كلنا لازم نتعلم نوفر من كل حاجه في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده، وكمان عشان لازم ناخد نستقطع جزء كده ولو صغير. انا مش هقول زي في اول الفيديوهات ان انا لازم 12% والكلام ده في ظل الغلا ده، لا، لكن حتى لو 5 جنيه، حتى لو 10 جنيه، لازم يكون في ظرف موجود فيه التوفير، ولازم احط فيه كل شهر حاجة. الحقيقة ده هينفعك جدا، ولازم نعمله. ما تقوليش مش هيكفي، اول ما تقبضي المرتب كأن جبتي بيه اي حاجة وتصرف وخلاص. تمام، ندخل على طول في النصايح بتاعت النهاردة. كل ما تقابلك علبة جبتي فيها حاجة، علبة أدوية، علبة أي حاجة، أي علب، غلي فيها كويس بطريقة حلوة كده واعمليها منظم. برضو الغلاف ده اللي بتغلي فيها بيه ممكن قوي يكون أي قماشة عندك مش بتستعمليها، فهتخلي المنظم له شكل حلو جدا، وهتستعمليه وهتفرحي بيه جدا، وهتعلمي ولادك الحكاية دي، هتعلميهم ان هم يستخدموا اي حاجة يعملوا لها اعادة تدوير بحيث ان هم يستفيدوا منها. كمان هتعلميهم النظام علاوة طبعا عن التوفير. رقم 2، ذاكري لولادك بدل الدروس، حتى لو انت مش متعلمة تعليم كفاية. في فيديوهات كتير على النت، على اليوتيوب، فيها مدرسين كتير خالص. اختاري المدرس اللي يعجبك وتقدري تفهمي منه، افهمي انت الاول وبعدين اقعدي مع طفلك فهميه، وبدل الدروس الخصوصية، وبدل ما يضطر. طبعا الدروس مش فلوس الدرس وبس، لا، اما بيكبر شوية بيبقى عايز حاجة حلوة معاه، بيبقى عايز فلوس مواصلات، بيبقى عايز لبس ينزل بيه. طب ما احنا ممكن في غنى عن ده كله، النت موفر لنا، فياريت نستفيد من الحكاية دي. رقم 3، ازازة الصابون السائل اللي على الحوض دي ممكن قوي تزوديها مية، حتى لو تلتها مية. كمان ممكن قوي تحوشي قشر البرتقال وقشر الليمون وتغليه كويس قوي بحيث ان هو يتهرى خالص، وتزودي منه على الصابون السائل. طبعا هيعمل لك ريحه حلوه جدا للصابون، كمان هينظف، كمان هيزوده. يبقى هنحط تلت الازازه صابون سائل، تلتها ميه، تلتها من مهروس قشر البرتقال او الليمون. تمام، كمان قشر البرتقال ده ممكن قوي نستفيد منه، نغسله كويس ونجففه في الفرن، وكمان نطحنه، وبعد كده نستخدمه في كيكة، نستخدمه في حاجات كتير جدا. كمان ممكن نستخدمه في ان احنا ننظف الخلاط او الكبة لو ريحتها لسه فيها بصل او ثوم، هتخلي ريحتها جميلة جدا. تمام، طيب رقم 4، اي زجاجات بقى مياه غازية او مية، او الزجاجات البلاستيكية اللي بتستخدم مرة واحدة دي، اي زجاجات عندك اعملي بيها لعب للاولاد. برضو شوفي في النت لو انت بتعرفيش، اعملي بيها لعب للاولاد، انت وهما كده قضوا وقت ظريف، ومن ناحية تانية توفري تمن اللعب. والحقيقة الاولاد بيتبسطوا جدا جدا بالموضوع ده، طالما انك قاعدة معاهم بتعملي معاهم. افضل ما تشتري لهم لعب. على فكرة كان في دراسة من الناس، يعني ناس عاملين مسابقة وبعدين شاريين للأولاد بتاعتهم لعب غالية جدا جدا، وبعدين سألوا الأولاد دول إيه اللي بيفرحكم أكتر من اللعب دي؟ قالوا بيفرحهم كلهم، أجمعوا إن الأولاد بيفرحوا أكتر من اللعب الغالية، بيفرحوا أكتر لو إن باباهم أو مامتهم قاعد يلعب معهم بيها. فاستفيدي من الحتة دي، واعملي أي حاجة عندك ممكن تستعمل كلعبة. ممكن قوي شرابات قديمة ممكن تحشيها فايبر، او تحشيها قصائص قماش، او تحشيها اي حاجة، والنت برضو مليان بالحكاية دي، تعملي بيها لعب لأولادك. تمام،
الحقيقة أنا كنت بودي ابني وهو صغير لوالدتي فترة الشغل. كنت طبعا شوفوا البدائية وشوفوا الحاجات الحلوة بتاعت أمهاتنا. كانت والدتي بتحط له العلب الأدوية بتاعتها طبعا بعد ما تفضيها، وتعمل له بيها قطر أو تعمل له بيها مكعبات، أو وتجيبه ويسرح جدا في اللعب دي على حرف السجادة كده. فممكن قوي نستغل الحتة دي ونعمل بيها إعادة تدوير. طبعا علب الأدوية بتبقى نظيفة جدا وبتبقى مختلفة وبتبقى أشكال مختلفة، فممكن قوي الأولاد يستفيدوا بيها. طيب رقم 6، أنا قلت قبل كده إن ممكن قوي نحوش الوش بتاع اللبن ونعمله سمنة. طيب في آخر السمنة دي مش بيبقى فيه مرتة؟ المرتة دي ممكن قوي نستفيد بيها بأكلات كتير جدا، وهقولك على بعض الأكلات دي. ممكن على جبنة قديمة وعليها طماطم وعليها شوية بقدونس، بتدي قيمة للطبق وبروتين عالي جدا وبتدي طعم تحفة للطبق، وطبعا يبقى غني، طبق غني كده وجميل. ممكن قوي يقضي معانا يوم جنب بطاطس مسلوقة أو بطاطس محمرة، تمام، أو بدنجان، تمام. فكده وفرنا جدا بحاجة موجودة عندنا. تاني حاجة ممكن قوي أزود بيها كمية البيض المقلي، فيعمل لنا طبق برضو محترم إضافي، بروتين إضافي، ويبقى طعمه لذيذ جدا. ممكن برضو نحط له شوية خضار، قرن فلفل من التلاجة، طماطماية، جزراية مبشورة، برضو يكبر لنا الطبق ويخليه حلو جدا. ايه تاني ممكن نعمل بيها؟ سندوتشات للمدرسة او للعشاء، هي لوحدها كده كفاية جدا. لو الاولاد ما بيحبوهاش ممكن ازود لهم عليها جبنة، او ازود لهم عليها اي حاجة بسيطة، طعمها مش هيبان، بالعكس هيبقى احلى، تمام. ممكن قوي بطاطس محمرة مكعبات، ونحط عليها شوية من المرتة دي، ونحط عليها شوية كاتشب كده ولا حاجة نداريها لو هما مش بيحبوها، وهيفرحوا بيها قوي. كمان المحشي، لو حطينا على خلطة المحشي المرتة دي هيخلي يروح في حتة تانية خالص، جميل جدا، يبقى طعمه حلو جدا جدا. كمان اي خضار، عايز اطبخ خضار من غير لحمة، فممكن قوي احط عليه شوية من المرتة دي، معلقتين ولا حاجة، هيخلي لون الطبيخ جميل وهيخليه كمان غني وطعمه حلو جدا حتى لو بدون لحوم، تمام. رقم 7 ممكن اعمل بيه عجة. رقم 8 ممكن اعمل بالمرتة دي صينية قرنبيط. ففي اكلات كتير جدا، ممكن يكون في اكتر من كده بكتير، بس انا هما دول اللي قدرت اجمعهم، تمام. رقم 7 بقى، اي هدوم قديمة، ملابس قديمة عندك، ممكن قوي اعادة تدويرها. مثلا قميص للزوج قدم والياقة بتاعته باظت وقدم وخلاص مش بيلبسه، ممكن قوي اعمل بيه فستان للطفلة. ممكن قوي اعمل بيه اي حاجة تانية، ممكن شورت، ممكن اي حاجة، حتى لو هدوم للبيت. فالنت برضو مليان في الحتة دي. ولو ما عندكيش مكنة، انا شخصيا مش عندي مكنة، لكن الحمد لله بقدر اعمل حاجات كتير على ايدي، تمام. طيب ممكن قوي اي تيشيرت نعمل بيه شورت. ممكن لو هدوم كبيرة شوية ممكن نعمل بيها اكياس مخدات. فاعادة التدوير ده بيوفر علينا حاجات كتير جدا وفلوس كتير، تمام. ممكن لو جينز ممكن نعمل بيه حاجات كتير جدا، وطبعا النت مليان بالحاجات دي. ممكن كمان نعمل منه لو ملابس تقيلة شوية، ممكن نعمل منها شنطة أو حافظة سجاد، مع بعض كده شوية حاجات نعمل بيهم حافظة للسجاد. ممكن برضو نقصهم قصايص رفيعة وطويلة كده ونخيطهم في بعض ونعمل بيهم، أو ندفرهم مع بعض ونعمل بيهم دواسة أو سجادة صغيرة أو حاجة كده صغيرة نحطها تحت رجلين الطفل وهو بيذاكر. يعني حاجات كتيرة جدا لإعادة تدوير الملابس. رقم 8، يا ريت الفاكهة بتاعت الموسم أو الخضار الرخيص احفظي منه شوية في الفريزر، واعملي منه مربى. كمان اعملي منه لو برتقال، اعملي مربى برتقال تنفعك في الفطار والعشاء والسندوتشات.
لو جزر برضو نفس الطريقة، مربى أو مع البرتقال، لو ممكن جزر بالسفندي أو اليوسفي، ممكن فراولة، كل الحاجات دي ممكن تتعمل مربات، وممكن نشيل منها شوية في الفريزر لأي ظرف بقى. طب عليك ضيوف فجأة، طلعي كيس واعملي منه عصير، ممكن قوي مش لاقية حاجة للسندوتشات، طلعي من اللي في الفريزر ده واعمليه مربى، هينفع برضو. كمان ممكن قوي نعمل بالحاجات دي مخلل، مخللات بدل ما نشتري. كمان ممكن نعمل منه مشروع، لو انتي بقيتي كويسة في المخللات ممكن قوي تبيعي من المخللات دي في أكياس صغيرة، أو حتى أولادك يعملوا كده. فممكن قوي الواحد يفكر في إعادة تدوير، وكمان في زيادة للدخل، وكمان في التوفير. رقم 9، خلي أسبوع، يوم في الأسبوع أو يومين، قولي كده اتفقي مع أفراد الأسرة إن أنت في اليوم ده مش هتصرفي حاجة، هتتصرفي من البيت في أي حاجة، سواء بقى أي أكلة موفرة، مثلا خضار من غير لحمة، بقوليات موجودة عندك في التلاجة أو في دولاب الخزين بقالها فترة. المهم في اليوم ده مش هتصرفي، حتى لو ما عندكيش رز ممكن تاكلوه بعيش، يعني هنتفق في اليوم ده مش هنصرف حاجة خالص، حتى لو مضطرين هنتصرف من البيت. يعني أنا أعرف واحدة في اليوم اللي مش بتصرف فيه ده كان ما عندهاش صابون سايل، راحت مزودة شوية، شوية بشر من بواقي الصابون، وراحت مزوداه غلياه، ومزوداه برضو شوية من اللي هو قشر الليمون اللي شايلاه في الفريزر، وعمل الصابون من لا شيء عشان ما تصرفش في اليوم ده. فياريت نفكر ونشغل دماغنا كده شوية علشان نقدر نوفر في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده. يا رب الأفكار اللي قلتها تعجبكم، وبحبكم جدا جدا، وبحب تعليقاتكم قوي قوي، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. ألف سلامة.